السلام عليكم، يعطيكم العافية. حنبدأ المقاربة بحالي مثل كل مرة. يلي بدهم يشاركوا يعطوا إشعار. بدنا مشاركة، حاولوا يعني قدر المستطاع عشان نمشي الحال. طيب هلا بداية، مثل المرة الماضية أعطيكم معلومات عن الحالة. عنا امرأة بعمر 50 سنة، الشكوى تبعها من كم يوم صار عندها حمى وتعرق ليلي وعرواءات وزيادة بالزلة، يعني ازدادت عندها الزلة التنفسية على المشي، وكمان نقص وزنها. هاي كلياتهم مع بعض ننزلهم الأعراض مع بعض. دقيقة شوي ما بتنتسخ. طيب حنكتب الأعراض. معناتها عندنا امرأة 50 سنة، حمى وتعرق ليلي، مثل ما نتفق نحن انه حنضيف المعلومات على الرسالة الموجودة، يعني كل شوي حمى وتعرق ليلي ونقص وزن. هلا لما سألنا على نقص الوزن أعطتنا هي رقم تقريبا 1 ثواني. حدا بيعرف يحول الباوند للكيلو؟ 15 باوند خلال 3 أشهر، يعني أتوقع حوالي 5 كيلو. يعني في نقص وزن جيد، في نقص وزن جيد. شلون نستجوب المريضة؟ نحن أخذنا الاستجواب والفحص تبع مريض نقص الوزن، أعطونا لشوف. يعني نحن أخذنا نقص الوزن ماشي، وأخذنا الحمى، فلا بتمنى إنه مقاربة على السريع تكون. تفضلوا طبقوا المعلومات اللي أخذناها خلال 2 3 ساعات. كتير فصلنا بشكاية نقص الوزن وبشكاية الحمى. ما حدا يفتح الملف لأن الملف مو هلأ بهمني، الملف آخر شي رح نقراه. ما حدا بده يشارك بنوم؟ بسأل إذا كانت عم تتبع نظام غذائي مخففة فيه الأكل، لأني ليكون عندي نقص وزن ملاحظ لازم تكون على نظام ما أنا مغيرته. حلو، ممتاز، حلو كتير، رائع. بسأل هالمريض تأكد أول شي، برافو عليها عائشة، قالت إنه بدي أتأكد يا ترى هذا المريض متبع شي نظام غذائي لحتى قل وزنه ولا لا. بشكل عفوي، لا ما لها متبع أي نظام غذائي، هي نقص وزن عفوي. في نقص شهية مثلا نسأله؟ حلو كتير، ما في عندها نقص شهية مرافق. كمان في حمى، في تعرق ليلي، في عرواءات. شو قلنا أشياء سبب للحمى عموما؟ أشياء كاتيجوري، أشياء فئة كاملة. إحنا قلنا أسباب الحمى قسمناهم ضمن، شو قلنا أشياء فئة الأمراض الإنتانية. ما هي؟ تمام، الإنتانات. إن أمام أي حمى يا جماعة، أمام أي حمى 3 عناوين أساسية: 1 إنتانات لأن الأشياع، 2 بفكر بالأورام لأنها الأخطر، 3 بفكر بالتهابات الأوعية، مو هيك حكينا؟ 4 حالات متنوعة. بتمنى إنه يمكن صلي عايدة هي الجملة، يعني إن شاء الله مو أقل من 7 مرات بهالشهر هذا بس، لأنه كل مقاربة عم أعطي عم يكون فيها يا حمى يا نقص وزن يا شيء. فعم أرجع أنا ركز أعد لكم راجع لكم شلون بقارب الحمى. دائما دائما بس هيك صنفوا الأسباب ب3 مجموعات بالنسبة للحمى. مثل ما قلنا الإنتانات لأنه هي الأشياء بحاول إنها، وأصلا نفيها سهل.
اثنين الاورام لانه الاخطر، ثلاثه مثل ما قلنا التهابات الاوعيه. طب شلون بدي بلش انا، شو بدي اعمل مع هي المريضه؟ اول شيء الانتانات، تتذكر وحكينا 5 او 6 انتانات هي هن الاشياء او هن اكثر شيء ممكن يعملوا حمى وعروقات وتعرق ليلي. مين هن هدول الانتانات؟ 5 حكيناهم، 5 انتانات شديده بيعملوا هالحاله. مين حضران درس الحمى؟ اعطونا لنشوف اجابات. درس تفاعل، إذا ما في تفاعل ما له طعمة. يعني أنا لقيت على التصويت التهابات الأوعية 44 شخص حاطين التهابات الأوعية، ماني شايف حدا من دول 44 شخص. المفطورات بتسبب لي حمى. مفطورات أنت السل اي انقطاع بالاتصال فهو انقطاع كهرباء حتى يثبت العكس، يعني نحن متفقين على القاعده من بدايه الجلسه. طب من تابع، معناته انا لما اكون عم قارب حاله فيها مثل ما هون عده شكايات، بحاول اتوجه لاكثر وحده نوعيه او اكثر وحده ممكن تعطيني معلومات. هلا نقص الوزن كثير واسع واسبابه كثير واسعه، هلا حنرجع اذكركم فيها. الحمى والتعرق الليلي نفس الشيء، ماشي؟ فمشان هيك دول عموما الشكايات كثير واسعه، وانا بالمره عاطيه شكايه هيك، قلت لكم نحط بالي بستحضر اسباب نقص الوزن واسباب الحمى والعروقات، وبشوف بعدين قطع مع بعض بشوف مين الامثل لحاله المريضه، طبعا اعتمادا على لسه استعراض الاجهزه و يعني الفحص السليم. طبعا احنا قبل ما نستعرض الوهله الاولى شو راح يخطر بذهني معلومات؟ راح يخطر لي فكر مثل ما قلنا بالاسباب الانتانيه، الاسباب الانتانيه على راسها مين؟ السل الخارج الرئوي، الخراجات الحشويه مثلا الرئويه الكبديه الى اخره، خراجات حشويه، التهاب الشغاف خراجات الفقريه ممكن، عفوا او ذات العظم والنقي، ذات العظم والنقي خاصه الفقريه، الليشمانيا الحشويه مثلا، ممكن الملاريا، شو في كمان اخماج مالطيه تيفيه، التهاب الشغاف. تمام، هدول الاخماج الخمسه هن شو؟ هن الاكثر تسببا لحمى وعروقات. طيب بعدين ننتقل للاسباب الورميه، بالاسباب الورميه على راسها الخباثات الدمويه، لنفومات بالدرجه الاولى وبعدين الاضافات الثانيه. طيب بعدين عندنا بيجي التهابات الاوعيه، على راس التهابات الاوعيه مين بيجي؟ او الامراض الرئويه بشكل عام، التهابات الاوعيه على راسها مين اكثر شيء يعمل حمى؟ الشريان الصدغي. تمام، ممتاز، التهاب الشريان الصدري. وبعدين وبالنسبه لامراض النسيج الضام يعني هي كمان ضمن الرثويه، في عندي الامراض المناعيه يعني الزئبق الرثه يعني الى اخره. عرفنا شلون بدي افكر بشكل عام خطوط عريضه امام اي حمى، وقلت لكم الريد فلاجز للحمى، ريد فلاجز للحمى هي ان تترافق مع تعرق ليلي وان تترافق مع شو؟ نقص وزن. تمام، وكمان قصه تثبيط مناعي هي من الريد فلاجز. فاي مريض عنده مثلا قصه ايدز، اي مريض عنده تثبيط مناعي مثلا عم ياخذ عنده زر اعضاء، عم ياخذ مثبطات الى اخره، او صار عنده نقص وزن مرافق، او صار في عنده تعرق ليلي مرافق، هدول الثلاثه هن ريد فلاجز للحمى، يعني عم يشيروا لسبب اكثر خطوره. بينما العروقات ما لها علاقه بريد فلاج، العروقات بس هي مؤشر او مشعل لشده ارتفاع الحراره، يعني انه حراره فوق 39 درجه. ماشي، طيب شلون نكمل؟ هي ذكرتنا ذكرتكم بس باب الحمى، واتمنى انه المره الجايه المره الخامسه او السادسه او السابعه لما نقارب على السريع حد يعطيني استعراض لهالثلاث مجموعات من الاسباب. طب بالنسبه لنقص الوزن، نقص الوزن شو اسبابه؟ كيف درسنا اسبابه؟ درسنا حسب الاجهزه، ما هيك؟ غديه، هضميه، ورميه، عصبيه، قصورات اعضاء، ما هيك؟ قلنا بالنسبه لل نقص الوزن اول شيء لازم نفكر فيه جهاز الهضم، لانه هو المعني بالهضم.
اللي هو اللي اصلا يعني ما في اكل، ما في حيكون في عندي كسب للوزن. ففكر امراض الجهاز الهضم على راسها اسواء الامتصاص، تمام، بكل اشكالها، الدواء المعويه كلها يعني بهالمجموعه هي. بعدين الاسباب الغذيه، في عندي مثلا في عندي السكري، في عندنا كوش عفوا اديسون، تمام، في عندنا فرط نشاط الدرق، هدول الاسباب الجلديه. بعدين عندنا قصورات الاعضاء الانتهائيه كلها ممكن تعمل المراحل المتقدمه، اي امراض مدنفه، اي امراض انتهائيه بالمراحل الانتهائيه، الامراض العصبيه كلها يصير فيها خرف عته، تمام، الحالات النفسيه، الاكتئاب ممكن، تمام، يعني في عندنا طيف واسع. بالنسبه للاورام، قلنا على راسها اورام السبيل الهضمي، بعدين سرطان الرئه، بعدين تجي عند الخلاصات الدمويه. هي معناتها استعراض سريع بالنسبة لنقص الوزن، طبعا بالإضافة للأسباب الإنتانية ما ننسى، وأسباب المناعية والتهاب نسيج الدم مثل اللي أخذناهم هلا بالمرة. شايف معناتها هي هيك، أنا وأنا مريض مشفى بالشعبة إلى آخره، المفروض الدور كلهم مروا على راسي الأجواب. فأنا لا بقى بدي بلش أبحث وأسأل وجه أسئلتي لا أتوجه لأحد هذه الأسباب. طيب شو نسأل هاي المريضة؟ شو ممكن يكون في معلومات مفيدة بالتوجه؟ اسألوا بشكل عام أسئلة لأي مريض، استعرضوا الأجهزة، اسألوا سوابق، أي شيء، يعطون يعني حركوا الحالة. ما في، ما بتعرف تسألوا أسئلة عامة مثلا بتقولوا له في آلام مفصلية، في آلام عضلية، في طفح جلد طلع عندي، ما بدي أسأل. طب ليش بدي أسأل هاي الأسئلة؟ نحن هلا عم استعرضنا الاسباب الانتانيه والرسويه والغديه والى اخره، المفروض اسال اسئله موجهه لهذه الاسباب. مثلا حكينا الخباثات الدمويه قد تكون سبب، فانا شو بيجي بسال؟ صار في انتانات متكرره، صار في مثلا نزوف جلديه، فرفوريات، كدمات الى اخره، نسال صار في الام عضليه، الام مفصليه نوعيه او غير نوعيه او الى اخره، نسال هيك اسئله، اسال المرضى اسئله عاديه عابره. بالنسبه للاعراض الصدريه، الأعراض البولية، الأعراض كله، لازم نسأل المريض أسئلة عامة، ما حدا بده يحكي، أنا رح أحكي. هلا هي ما ذكرت أي آلام عضلية أو مفصلية، أو ما في آفات جلدية، ما في شي، وما عندها لا سعال، لا زلة، لا، ما في شي من هاي الأعراض، ما في أعراض بولية، ما في أعراض على مستوى الأجهزة. بس قال هي حست بضعف عابر بإيدها اليمين من أسبوعين، حسيت ضعف مدة ساعتين ثلاثة، بعدين يعني قدرت تتحرك عادي. هذا الضعف يعني كان قدر انه وصفة للضعف بإيدها، قصدها خدر. لا، ما عاد قدرت، هيك كانت حاملة كاس وقعتها، ما عاد قدرت تحمل شيء بهالإيد، صار فيها ضعف مفاجئ. شو بدنا نقول؟ شو يعني هذا الضعف العابر اللي صار؟ شو ممكن يدني؟ عصبية يا جماعة؟ حسكر أنا ها؟ حكونا واحد صار عنده فجأة ضعف، واحد من 50 سنة فجأة ما بقدر حكي حرك إيده، شو ممكن فكي؟ إيمو 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 عنوان الدرس، إيمو حكي عابرة، عابرة، مو التهاب أوعي مشان تحكي. نعم DIA ممكن. ممتاز ممتاز، تي اي ايه، المفروض فكر، المفروض فكر انه صار في عندها المخلوقة نشبة عابرة. طيب ممكن يجي هيك تي اي ايه بس بايد؟ شوفي عندي تشخيص تفريقية لخزل طرف مفاجئ، مو هيك؟ مو يعني هذا تفسير العرض تبع المريضة، بدي ترجمه انا لعقلي سريريا بهذا الشكل. فجأة صار في ضعف عابر بطرف، معناتها تشخيص تفريقية لضعف طرف، معناتها تشخيص تفريقية لعرض عصبي بؤري، معناتها عندي تي اي اي، عندي صرع بؤري، تمام، وفي عندنا الشقيقة، يعني هي بتجي بنسبة أقل. هدول الثلاث أعراض دائما لازم ما أنساهم أمام أي حالة ضعف. شو دخل الشقيقة؟ قصدنا فيها النسمة الحركية، أو يعني أعراض بالنسبة بشكل عام نادرة، بس يعني هي تتوصف هيك على سبيل أكاديميا. المهم هدول الحالتين اكثر شيء يفكر فيهم، تي اي اي والصراع البؤري.
بسألها يا ترى في قصة اختلاجات، في قصة صراع، في قصة قبل هالمرة صار في مع وضعت على الأرض، صار ما عندها تخشيب الأطراف، صار في عندها حركات قوية رمعية، طلع زبد من تمها، انفلات مسرات كذا، يعني بشرح الأعراض الصراع. قالت لي لا خلاص. طيب التي اي اي المفروض أسألها صار في كمان بالرجل بنفس الجهة، صار في مثلا كان في عندك قصة مشابهة مثل هي صارت من قبل، بسألها أو بتحرى علامات أو عفوا عوامل خطورة شو اسمهم هذول السي في اي، يعني بشوف في بدانة، في داء سكري، في ضغط، في كوليسترول بالعائلة أو شيء، يعني بحاول أسأل في قصة وفيات مبكرة بأمراض قلبية أو بحوادث وعية دماغية، كل هدول المعلومات بيعطوني توجه اذا في حاله تي اي اي. وما ننسى يعني تي اي اي او بشكل عام الحدث الوعائي، انا شلون بدي افكر فيه؟ بده يكون في عندي اعراض فقط مفاجئ لوظيفه عصبيه زائد عوامل خطوره، تناقض مفاجئ مع عوامل خطوره، وبعدين طبعا بدي اكد التشخيص بالوسائل الاستقصائيه. المهم انه التي اي اي انتم بتعرفوا ان الاعراض غالبا تزول خلال 24 ساعه، فهي خلال ساعتين ثلاثه زال عند هذا العرض. انا ما رح اقدر اقول تي اي اي ليش؟ لان انا بعرف عصبيا انه يعني ما رح تجي هيك بس بايد، لا في اصابه عينيه بدي اسالها صار في مثلا كانه عابره او غياب بالرؤيه، صار في مثلا اعراض العلاقه بجذع الدماغ، صار في شيء علاقه اعراض حسيه، ما عنده شيء من هذا. فمعناتها انا هون ما نفيت بس حطيت ببالي هذا التشخيص، لما سألت عن الخطورة ما لقيت شيء مؤهب. وكمان القصة يلي جاي فيها المريضة من حمى ونقص وزن وهيك لا تتماشى مع حادث، خلينا نقول عابر، بس أنا لسه ما نفينا شيء، معناتها من أسبوعين صارت هي القصة بهذا الطرف، ممكن أنا شو يخطر لي؟ صار عنده ضعف مفاجئ. إذا السبب ما كان صم، ما كان شيء بالجهاز العصبي، معناتها راح يكون نقص تروية موضع، مو لازم يخطر لي هذا الأمر. دائما دائما بغض النظر عن الجهاز، بغض النظر عن الجهاز اللي عم أدرسه، أي عرض مفاجئ فكر بالنواحي الوعائية. تمام، أي شيء مفاجئ الوعائي فوق حاد، أسرع شيء بيجي الوعي بالأعراض. يعني مثلا المريضة يصير عندها ضعف مفاجئ، ضعف بهالإيد، معقول مثلا والله تكون نفق رسغ وما عندها ولا أعراض، معقول يكون اعتلال عضلي باني بسياق اعتلالات العضلية سواء البدئية ولا الثانوية، معقول ما معقول يكون شيء من هذا، معقول يكون تصلب عصيدي بفروع تحت الترقوة، ما ضابط ما ظابط، يكون انضغاط ما ظابط. ليش؟ لانه هدول كلياتهم يبعثوا اعراض على المدى البطيء. ونحن اذا تذكروا لما قاربنا رينو درسنا وفصلنا كثير هاي المعلومات اللي عم نحكيها، درسنا فصلنا اسباب يعني وكيف ممكن يتظاهر نقص التروية بطرف. فانا هون عمليا ما فيني اقول انه هذا يعني ما فيني افكر بالاسباب المزمنة اللي هي مثل ما ذكرنا، المفروض افكر بالانسدادات الوعائية الحادة. فمعنات انا هيك شفت المفروض اسالها صار في بروده، صار في خدر، صار في عرفتوا شلون، نسال عن اعراض نقص الترويه. واذا كان هذا الشيء عم يصير هلا قدامي كمان بدي اتحرى علامات الفايف بي بتعرفوها، يعني هلا صرنا جراحه توعيه نحن، بس بشكل عام اعراض انا شايفين موضع بطرف مع غياب اي دلاله على يعني حادث وعائي، غياب اي عوامل خطوره، المفروض فكر بالحوادث الوعائيه لانه هي الوحيده اللي بتعمل لي هيك الاسباب الوعائيه يعني موضعه، لانه هي الوحيده اللي حتعمل لي اعراض مفاجئه بهالشكل هذا. اما الاعراض الثانيه اللي عم نقولها المفصليه، لا الانضغاطيه، نقص التروية المزمن الى اخره، يعني صعب يعمل لك. وبالمناسبه اذا بدنا نعرج على هالفكره، نقص التروية المزمن ممكن يعمل حادث حاد، بس شو بده يكون فيه بالقصه يا شاطرين؟ ده سؤال وطني بيجي بالطرفين السفليين، هي هساعدكم. نقص تروية المزمن بيكون في قصة عرج رائعة، ممتازة، في قصة عرج ممتازة كتير. يعني هذا المريض مو ليلة رح يصير عنده فقد وظائف أو ضعف أو شيء مثل هون، وإنما رح يصير عنده بالبداية رح يكون في عنده قصة عرج عند استخدام هذا الطرف، وغالبا هذا الحكي بالطرفين السفليين. فهي فجأة صار في عنده ضعف، معناتها في شيء حاد صار عند هي المريضة. طيب
معناتها هون نقطة مميزة لصاحب القصة، المفروض أنا جمع هلا معلومات. بالنهاية أنا ما بيهمني تعرفوا شوي الحالة، بالنهاية كلها حينصدم، يعني هي الحالة كتير بايخة، بس أنا إلي هدف بهذا الاستعراض. طيب هلا سألنا على الأعراض مثل أن الصدرية، القلبية، الوعائية، أو بشكل عام قصدي الأعراض الجلدية، الهضمية، كذا، ما في شيء، بس هي على المستوى العصبي ذكرتنا إياها، أو على المستوى الوعائي. كقصة مرضية ما عندها ولا مرض تابع. طب أنا نعمل فحص سريري، حيويات، الحرارة 38.5، النبض طبيعي، التنفس طبيعي، ما في شيء. هلا عملنا اصغاء للصدر، ما لقينا شيء. لا، عملنا اصغاء للقلب، لقينا انقسام بالصوت الاول، ولقينا صوت اس 3. اس 3 بالنسبة لفحص الصدر منقرع وكذا ما في شيء، بس بالنسبة للاصغاء في خراخير. ركز على الموجودات القلبية. هلا ما مثل ما قلكم ما بيمني حدا يعرف الجواب، بس انه في عندي اس 3 وفي عندي هاي النفخة انقسام بالاس 1. احنا لما رحنا فحصنا القلب لقينا مشكلة، نهي لقينا موجودات قلبية والباقي كله ما في شيء. شلون ممكن انا هلا افكر بهالحالة؟ شو في شيء ممكن يعمل تظاهر قلبي مع تظاهر جهازي؟ في التهاب شغاف يعني. ممتازة. التهاب الشغف هيعمل لي أعراض بنيوية، هيعمل لي رقي، هيعمل لي كذا، نقص وزن، خاصة تحت الحادة والمزمن. طيب فسري، شلون بشخص أنا التهاب الشغف؟ هلا هو انه بيعطي اعراض عامه راح انا هلا متوجه لشغاف، بقول لها برافو عليكي، بشد على ايدها وبقول لها يعني بزفق لها كمان. بس شلون بدي اعرف؟ شلون بدي احسن التشخيص هلا؟ شو بدي اعتمد سري؟ تحليل دم؟ لا، شلون شخص التهاب الشغاف؟ سريريا؟ في شيء اسمه معايير مين؟ معايير معايير ديوك. ديوك، تمام، معايير ديوك يلي هن وجود اثنين كبار، تمام، او وجود واحد كبير مع ثلاثة صغار، او وجود خمسة صغار، تمام. المعايير الكبيرة زرع عين ايجابيين، يعني تايبيكال هي شو اسمه عضويات متعضلات نوعيه لالتهاب الشغاف، يعني زرع ايجابي مرتين. شو كمان موجودات الإيكو، بالايكو، نشوف موجودات بالايكو. او مريض بحكي مصمم من جديد، موجودات على الاي سي جي كمان. شو هي الموجودات على الاي سي جي؟ كأنك انت خربطتي بين الحمى الرسوية، هون الحمى الرسوية هذيك اللي فيها تطاول بي، او الحصار الوزيني يعني درجة اولى، هذا هذيك بالحمى الرسوية. اتوقع انك هيك خربطتي. غيره معايير كبيرة، بس شيء قلبي، شوف شيء على الصم، او يكون مريض مغير صمام او شيء، او في عنده قلص تاجي حديث، او اني اشوف التنبتات، يعني مهم موجودات بالايكو والزروع الايجابيه، يعني ايه بالمعايير الكبيره. المعايير الصغيره نوبات صداع، ألم مفاصل، حمى، نقص وزن. في حمى فوق 38. غيره نزوف شظوية. ممتاز. التظاهرات المناعية يلي هن التهابات كباب، بقع روس، بقع أوس، عقيدات أوسلات، تمام، بقع روس، عقيدات أوسلات، والتهابات الكباب. ممتاز.
وقيدات، هي بالنسبة للمظاهر المناعية. المظاهر الوعائية هون بقى بدي حدا يقول لي اياهم. وقيدات جيني واي صح، في شغلة عم استناها. بتنظير قعر العين في كمان نزول. هاي روس، بقع روس نفسهم هدول. التظاهرات المناعية انك التهابات كباب روس واوسلر. التظاهرات الوعائية واحد اثنين ثلاثة، جاني واي من نون، و اللي بدي اياها الصمات، الصمات الشريانية. الصمات مو انا، هي التنبتات ممكن تنفصل. ليش انا بخاف من التهاب الشغار؟ هي التنبتات ممكن تنفصل عن الصمام، هي التنبتات الإنتانية اللي هي يعني تجمع الجراثيم مع المعركة، يعني حطام المعركة، ممكن تنفصل وتنطلق بالدوران وتعمل لي صمات الله على مين. تمام. فمشان هيك انا التهاب الشغاف دائما بحطه تشخيص تفريقي حتى مع السي في اي. فمعناتها ممكن يصير عندي صمات شريانية، وانتم بتعرفوا انه تصمم الشريانية ما في شيء بيحكم توقفها غير الصدفة، وانه والله يكون تفرع شريان. فمعناتها انا عرفتوا ليش هذا التشخيص كثير محتمل. طيب زرع دم ايجابي، لكن بكفي دول هلا التظاهرات الصغيره. في انه زرع لم يكن انه ما له عضليات نموذجيه وكذا، ما بيتهمني هالمعايير، بس مشان فهمكم وتفهموا وتفكروا انه انا ممكن التهاب الشغاف يعمل اعراض خساريه مع اعراض بنيويه مع موجودات بفحص القلب. يعني هي الاصوات اللي سمعتها ممكن تدلني على قصور تاجي، على قصور يعني حديث بالصمام، وهذا الانقسام بالصوت اللي سمعته. فهي يعني موجودات قلبيه حديثه عند هذا المريض، عند هي المريضه. وطبعا اكيد الايكور ويلي حياكدني. طيب شو بدي كمان هي الحاله؟ هلا التهاب الشغاف اذا نمشي على المعايير، اخذت واحد صغير ما له، هي ما عندها مرض مؤهب، يعني لا مركبه صمام ولا لا شيء، ولا بتتعاطى مخدرات وريديه، وما عندها شيء من هدول. نحن عملنا فحص سريري كامل للجلد وهيك، وكمان عملنا دراسه مثلا، نفرض انه حللنا بول، لا لقينا نفروز، يعني ما لقينا بيلا بروتيني، ما لقينا شيء بيدل على التهاب كباب. عملنا قعر عين ما لقينا شيء، عملنا فحص للجلد ما لقينا شيء، ماشي، عملنا زرع دم ما لقينا شيء. شو بدنا نساوي؟ عملنا ايكو قلب، ما بدي اطول في هاي الحاله، شفنا منظر ما في داعي اني احط لكم اياه، رح اشوف اذا بلاقي صوره ظريفه. حدا هلا توقع شو المرض؟ انا هذا المرض حطيته مو لانه شائع، بل لانه هو غليظ ما بناخده نحن بشكل كتير مهم بالمنهاج، بس في اساتذه بيهتموا فيه. مقلد عظيم لكتير امراض، يلي من ضمنها التهابات الأوعية، ويعتبر التشخيص التفريقي الأول إلها. شوفوا لنا يا هاي هي الحالة، الورم المخاطي الأذيني. مثل ما قلت لكم ما بتهمني من الناحية الامتحانية، أنا حطيتها بس مشان نقارب، لأنه كل مرة أنا بحط حالة بيقعدوا الطلاب يتوجهوا إنه خلاص أنا رح أحط هلا حالي علاقة بالدرس. لا أبدا، أنا كل مرة بقول لكم ممكن أنا أبدأ الدرس بإني أحط حالات على التشخيص التفريقية للمرض اللي بدي أقاربه. فشايفين قديش بتشبه التهابات الأوعية؟ شايفين قديش بتشبه التهابات الأوعية بشكل غريب؟ يعني أعراض عامة مثلها، أعطتني أعراض صمية أو أعراض نقص تروية. التهابات الأوعية ممكن تعمل هيك، ما هو عم يصير في عندي التهاب بالوعاء ممكن يركب عليه خسا. عرفنا شلون ليش كثير هذا المرض، يعني هو والتهاب الشغاف شايفين قديش بيشبه بعض، قديش بيقلدوا التهابات الأوعية. طيب ناخذ حالة تانية، شوفوا لي هاي مشان ما نطول، رح نزلها كاملة عادي. اللي ما عرف ما خطرت له عادي جدا، انا ما كان بدي. هلا شفتوا لي قالت التهاب شغاف، انا هي بعتبرها جاوبت صح، بس انا هذا اللي بدي اياه. توجه هي شافت موجودات بنيويه وشافت موجودات قلبيه، تمام، ناقصها بس كانت اللي زرع دم، زرع دم ومتابعه بمعايير ديوك، بقدر اقول انه هذا التهاب شغاف او لا. وكثير التهاب الشغاف تضطروا تتعاملوا معه بالشعب، يعني في مريضه هلا عم تندرس بالرسويه ما بين التهاب شغاف مو عرفانين، وما بين والله نسيت شو الشغله الثانيه، عم يفكروا بحاله نادره، يعني عشان هيك نسيت شو اسمها، في حالة نادرة عم يفكروا فيها والتهاب شغاف.
بين بعض، هي مريضة الذئبين. فكتير مهم إني أنا أتوجه. شفت الموجودات القلبية، مفروض أنا هلأ بقى أكمل بمعايير ديوك. لقيتها سلبية عند المخلوقة، ما حققت، فأنا مش هيك تراجعت عن هذا التشخيص. بس عرفت شلون توجهت هي صح. أنا ما كان بدي بنوبة اللي ورق مخاطي زين أبدا، بدي حدا يعرف يقول تياب شغف. طب هي هذا المريض، أي المريض هذا المريض 77 سنة، جابته بنته كمان عنده ضعف بإيده اليمين، ماشي. قالت إنه هو الأسبوعين الماضيين حمى وعرواءات وتعرق ليلي، شايفين مثل هديك بالضبط، وخسر من وزنه 4.5 كيلو خلال هي المدة. شايفين لحد هلأ؟ هلأ بتقولوا لي نفس الحالة. هلأ هو عزى هي الأعراض لقريب صابه، بس هي إيده ما عاد قدر يحركها، إيده اليسار ما قدر يحركها هذا الصباح، عرفتوا يعني من قديش، من أسبوعين اليمين وهلأ اليسار. شو كنا عم نحكي؟ لا تشخيص تفريقي TIA، ما هيك؟ خاصة انه عمره 77 سنة. TIA فورا بدي اعمل طبق، يعني فورا بدي اعمل دراسة. طيب هلا هو بدي طبعا بلش اتأكد انه الحادث خساري وميع، ما في اعراض اخرى. هلا عنده فرط ضغط غير مضبوط، وعمل استبدال للصمام الابهري من شهرين، عملنا فحص سريري لقينا خزل شقي، أو لقينا خزل بالإيد اليسار، ولقينا نفخة، أو مو نفخة، شو اسمها، كليك، التكة تبع الصمام الصنعي. بالنسبة للفحص السريري، الحرارة تقريبا 39، الضغط 11.4 إلى آخرين. هاي الحالة شو بتشبه هديك؟ تشخيص تفريقية نفس الشيء، مثل ما حكينا تشخيص تفريقية لحمى ونقص وزن، نفس المجموعات اللي حكيناها هون. بعدين بقى بدي فصل بالتفصيل، لقيت في عرض مهم يلي هو الضعف، مرة صار بالإيد اليمين مرة صار بالإيد اليسار. هون بقى أنا شو عملت؟ مثل ما أنا لازم ننفي المقلدات اللي هي تي آي إيه وصلع بوري إلى آخره، فكرنا ما لقينا في شيء، يعني نفينا أسباب العصبية. باستعراض الأجهزة والفحص لقينا في مشكلة قلبية، ولقينا طبعا بالقصة قصة استبدال الإبهري، هي حالة التهاب شغف. شايفين هاي الحالة التهاب شغف؟ انتوا قارنوها بقى هي هلا والمايكسوما اللي شفناها من شوي. معناتها انا لحد هلا كم تشخيص تفريقي صار عندي؟ التهابات العليا، صار عندي الورم المخاطي الأذيني، تمام، وصار عندي هلا شو؟ التهاب الشغف. ليش؟ شو وجه الشبه مع التهابات الأوعية؟ الأعراض البنيوية العامة من حمى ونقص وزن والتعرق وتعب إلى آخره. اثنين، هو الأهم، الأعراض الإقفارية، الورم المخاطي الأذيني ممكن تطلع منه صمات تضرب أي مكان، تعمل نقص تربوي أي مكان. التهاب الشغاف كمان نفس الشيء، ممكن تطلع من التنبتات جرثومية صمات تقعد بأي قرنة. فقلدوا لي التهابات الأوعية. كتير ننتبه، كتير ننتبه للانسدادات، يعني الأعراض الانسدادية مع أعراض بنيوية. طيب كمان غيره، شو في عندي؟ أو أنا لازم أسألكم، أو أنا لازم أحط لكم. هلا بدي أحط حالة إضافية، بس يعني ما بدي طول، حيصير لنا ساعة. هنشوف الفكرة إنه ليش أنا ما بلشت بحالات التهابات الأوعية، مليانة حالات التهابات الأوعية، هلا بطلع لكم 50 حالة. الفكرة إنه كل الطلاب أول شيء رح تكون متوجهة ومستعدة نفسياً، إنه رح أسمع والله عن التهاب الأوعية، رح وجه مخي، لو هيك أنا صدمتكم وحطيت لكم حالة حتى بالمنهاج يا دوب سمعانين فيها، تمام؟ اثنين، الأعراض اللي بيحطوها بالحالات المدرسية الأكاديمية جداً جداً واضحة، ما حد شوفه بالحياه العمليه. في مريضه التهاب اوعيه بالاساس، كل ما اعطي درس بقول عنها صار عم تندرس 3 سنين لهلا ما تاكدوا انه نوع من التهابات الاوعيه عندها. فالقصص ما لها دائما بهالبساطه وبهالوضوح، وانما هذه الوضوح والبساطه غالبا بنشوفها بس بالكتب. يعني مثلا بتسمع التهاب الشريان العقد العديد انه فيها عقد على مسار الشريان، ما بتنشاف غير 15% من الحياه، تكون الحاله كثير ترقيت، يعني وبقى بيبقى طالب السنه الثالثه قدران يشخص. عرفنا شلون؟ طبعا انا بيهمني
اتوجه وفكر بالنسبة لالتهابات الأوعية. أنا بهالمرة عاطية حالي على الآلام الرسوية العديدة، مشاكل لا ما رح أرجع عيدها، عاطية بهالمرة على واغنر، وعاطية على جود باستشر، عاطية على شو كمان ذكروني، حتى المايكروسكوبيك بتذكر هذا الحكي من شي سنتين. فمشان هيك حتى تكياشو عاطينه وتياب الشريان الصدغي. حنعمل إعادة على السريع قبل ما نبلش بالمقاربة، قبل ما نبلش بالمعلومات يعني اللي أنا بدي إياها. هاي الحالة قبل ما نبلش، بعدين ممكن أجي أحط حالة أخيرة. هلا عندي امرأة آسيوية أمريكية عن عمرها 23 سنة، عم يصير في عندها برد بالإيدين، نوب من الصداع والدوار. صار في عندها هاي البرودة اللي بإيديها، في معها نمل وخز. تمام، طيب وقف هون. تتذكروا لما أخذنا رينو درس الماضي أو اللي قبله شو قلنا؟ شو مقارب رينو؟ هي عم يصير عندها برودة وخز، كتير منطقي الوضع، و 23 سنة امرأة شابة مع أعراض برودة. شو بدي أسألها؟ شو بدي أسألها؟ أول شي ما محرضات الحالة؟ ما هي؟ ما هي؟ يا ترى الجو البارد، يا ترى لازم تمسك أدوات باردة؟ قال لا، هي ما ربطتها مع أي محرضات، أنا من عندي أعمل لكم، هو مو مكتوب هذا الحكي. ما ربطتها بأي محرضات، الجو البارد ما له علاقة بالبرودة. طيب اثنين، وهو الأهم، بدي أوصف النوبة. أنا ما بقول رينو لحتى تتوافر طورين على الأقل، بدنا نطور الشحوب والأزرق، أو طور الهايبريميا، أو طور فرط التبيض، أو الأحيان بهم يكون موجود مثل أتلكم، ما له موجود بأغلب الحالات. فهي المريضة ما عم يصير في عندها أزرقاق، أو ما عم يصير في عندها شحوب، بس عم تحس هي ببرودة، ما عم يصير في تغيرات لونية. فمش هيك أنا نفيت رينو لحد هلا. تمام، طيب ليش ما حقق المعايير؟ أهم شيء توصيف الأدوار. طبعا هي الادوار المفروض تاخذ 20 دقيقه لساعه، ومثل ما انا تتحرض بالبرد، هي ما عندها شيء من هذا. هلا هي عم تشكي من بروده باليدين وليس من اعراض تتحرض على البروده. طب هلا انا شو كمان سالت، او شو كمان عندي بالقصه شيء مهم؟ هو بصداع. تمام، هو بصداع. لو كان رينو بدقي اللي هو غالبا يكون عند الشابات، مثل ما قلنا أطوار النموذجية، المدة النموذجية، تحرض على البرد، تنظير الشعريات سليم، ما عندي أعراض جهازية مرافقة. تمام، ما عندي تقرحات، ما عندي نفر، وبيستجيب على النيفي دي بي. هلا أنا هون لقيت في عنا مشكلة الصداع، حطيت إشارة من يومين. قال هي لما كانت عم تقرأ كتاب صارت تشوف شرارات من الضوء، بعدين فقدت الرؤية لمدة 15 ثانية. شوفوا، في صداع وصارت عم تشوف شرارات ضوء. شو بدي وجه استجوابي هلا بقى؟ شو بدي وجه الاستجواب؟ تجاه انو مرض؟ الشقيقة. ممتاز، اسأليها. شو تقدري معها بهالمنحة؟ بسألها إذا كان في محرض ضوئي أو شمت ريحة أو حست إنه رح يوجع راسها قبل ما يصير معها هيك. طيب ماشي، غيره في شيء مهم؟ معايير الشقيقة، أول شيء نوبة الصداع قديش بتستمر؟ 4 ساعات ل72 ساعة، أقل من هيك ما بقبل، أكثر من هيك كمان ببلش فكر بأشياء تانية. فمعناتها أنا هون عندي لازم أسأل أول شيء عنه قديش عم تستمر هاي الإبيسود تبع الهيدكس، نوبة الصداع قديش عم تستمر؟ هي ما قالت لك 4 ساعات، قالت لك ساعة نص ساعة. اثنين، مثل ما قلتي في المحرضات، ضوء، صوت. تمام، ممكن حتى بالدورة الطمسية مريضة تواجه تبدلات ولو انه هي مالها بالمعايير. معيار هامي اللي هو تأثير صداع الحياة اليومية، هذا معيار مهم. كمان المعايير ان تكون الشقيقة هي التشخيص الاكثر احتمالا، غيره. هي انثى شابة عندها صداع منطقي، بس ما لقيت المدة مالها مناسبة، ما في اي ارتباط بالضوء ولا بالصوت، وما عم يأثر على حياتها اليومية. مدة الصداع مالها نموذجية. طيب بس هي الشرارات الضوئية هي ممكن توجهني لنسمة بصرية، اللي هي أشياء أنه أنماط النسمة بساق الشقيقة. شو ممكن أعمل بهالحالة؟ شو بدي أفسر؟ طيب هي الشرار اللي عم نشوفه شو يعني؟ هن عاملين اختبار لسرعة التسفل؟ بس سؤال، هن عاملين اختبار لسرعة التسفل؟ لا، ما في سرعة تسفل، احنا بلادي
او بالشعبين، ما عندنا، لا ما في استقصاء، شغل مخنا بعدين نطلب استقصاء. طب هي في هيك ومضات عم تشوفها، شو في امراض بالعينية ممكن هيك عينية؟ انفصال شبكية. انفصال شبكية. تمام، انفصال شبكية قبل ما يصير في شرخ. المفروض اسأل اذا في قصر بصر عند المريضة معالج او غير معالج، يعني مو شغلتي انا هي العينية، بس يعني مشان حبيت نوه. طيب شو في شيء تاني ممكن يعمل فقد بالبصر؟ فقد بصر عابر، عفوا فقد بصر مفاجئ وعابر 15 ثانية. هلا كنت عم اقول لكم من شوي، بأي عضو بأي جهاز أي شيء يحدث فجأة من دون سوابق بالعضو نفسه، من دون سوابق على رجل العضو، فورا فكروا بالأسباب الوعائية الحادة. شو يعني؟ التهاب عصب بصري، انسداد شريان مركزي، عصب بصري. كنت عم استنى حدا يقول لي اياه. تمام، البي في التهاب العصب كثير مهم، التهاب العصب البصري ممكن يصير عندي التهاب عصب بصري حاد بسياق تصوري وحي. هي المريضة لازم أعمل لها دراسة، يعني شوف الكليمة، تنظير قعر العين، ممكن أعمل إذا شكيت تخطيط كمونات مسارة إلى آخره. بس المهم إنه هلأ هون أنا ما قدرت لسه أنفي الحالات العينية اللي ذكرناها، بس هذا الغياب والعودة شو اسمه؟ اسمه هلأ قلت لكم يعني شو اسمه، كمنة عابرة. يعني بيصير بالحالات الوعائية، ممكن أنا يخطر لي إنه صار في صمة صغيرة وراحت، تحركت وراحت، ممكن يخطر لي هذا الشيء. مقبول هذا الأمر؟ مقبول هذا الحكي؟ طب 23 سنة ايه ممكن. كل ما راجع بقولكم اياها، حوادث وعائية عند شاب او شابة شو بفكر؟ شيئين او ثلاثة. كوليسترول، دم عائلي، ممتاز، حلو. غيره؟ اضطرابات تخسر، فرط الخسار، ممتاز، اعواز اس و سي والحكي. ثلاثة، متلازمة الضاد الفوسفور بي. أربعة، التهابات الأوعية كمان ممكنة. التهابات الأوعية مثل ما قلنا ممكن فجأة يركب خسار على يعني لأنه من يعمل يصير عندي أذية، تخريب بطانة، هاي بنحكي على قليل. فمعناتها كمان هذا تشخيص عابر، خاصة أنه القصة حادة. قال ما عنده رض، ما عنده أعراض حمى، ما عنده شيء، ما بتاخد أدوية. في حمى 39، في ارتفاع بالضغط 14/9، هذا ارتفاع ضغط نسبي عمر 23 سنة، بنحط عليه إشارة. عملنا يعني الكاروتيد هذا السباتي، في ضعف بالنبض تبعه، عفوا في ضعف بنبض ثنائي جانب الإيدين تبعها، في نفخة بالسباتي، الإيدين باردين، في زرقة بسرير الظفر، الباقي طبيعي. هلا لما وصلنا لعند ضعف بنبض الذراعين او الساعدين، اطلب كل عرفت الجواب، بس يا ترى انا رح يخطر لي، انا هي الفكره اللي بوصلكم اياها، يا ترى انا رح يخطر لي جس النبض بشكل ثنائي الجانب وحتى اعرف قدر الفرق بيناتهم امام مريضه بهيك اعراض؟ الجواب لا، غالبا كطلاب بجامعه دمشق انا اولهم عرفنا شلون. فالفكره انه انا يخطر لي اعمل هذا الشيء، هلا انا قريته هون بالحاله خلص عرفنا الجواب، بس مو هون المطلوب او مو هون مقصودنا المقاربه، المقصود من الجلسات انه انا اعرف شو بدي اساوي امام مريضه بهالاعراض. شفتوا شلون مشينا بكل عرض وفصلنا فيه؟ شلون فصلنا ببروده الاصابع وناقشناها ونفينا رينو؟ هو لا يكفي، في كثير تشخيص تفريقيه، في الشرس، في زراق الاطراف، في الى اخره، في 100 قصه، بس انا هلا ما يعني اول شيء مفصله فيهم لما حكينا رينو، ثاني شيء مثل ما قلت لكم الاهم انه القصه ما لها محرضه بالبروده، يعني هي جايه ايديها باردين، مو انه عم يصير معها اعراض على البروده، يعني الوخز والالم والخدر ما عم يتحرض بالبروده، لا، البروده مع الوخز جايين مع بعض من دون محرض. شايف انا نفيت الاشياء الثانيه اللي ذكرتها بجديه، ماشي؟ اثنين، الصداع اخذنا واعطينا فيه بسبب هي الاعراض البصريه المرافقه، ممكن اي شخص يخطر له شقيقه، اخذنا واعطينا الموضوع لانها لا تنطبق على معاييره. ثلاثة، الأعراض البصرية كمان، إنه ممكن انفصال، ممكن يعني مشاكل بالزجاجي، ممكن التهاب العصب البصري بسياق التصلب الوحي، شيء أنا المفروض أعمل فحص عصبي وأسأله وشوف وين حط. كمان غضينا يعني نظر شوي عن هالتشاخيص لحد ما بلشنا باستعراض يعني الأجهزة، ما لقينا في شيء بالفحص كذا، في ارتفاع ضغط، ارتفاع ضغط حديث، حادث وعائي حديث، فكر التهاب الأوعية عند الشباب. تمام، طيب مثل مجرد انه في غياب النبض حيخطر لاي طالب، ونفخة السباتي حيخطر لاي طالب انه هي تكايا. شو
مثل ما قلنا الشطارة انه انا اعرف قارب الاعراض اللي بيجي فيها المريض. هلا فينا نفتح الملف اللي بعثت لكم اياه، نفتح الملف مشان يعني نعطي نعرج على المعلومات اللي بدي اياها. بالنسبه لالتهابات الاوعيه، هي مجموعه من الامراض الالتهابيه بالاوعيه تتراوح بشدتها من مجرد تظاهرات موضعه جلديه الى مرض متعدد الاجهزه قاتل بسرعه. شو يعني هذا الحكي؟ يعني ممكن انا يتظاهر عندي التهاب الاوعيه بس بمجرد رينو او قرحات جلديه، مثل التهاب مثلا كاسر للبيض، يعني ممكن بس هيك اعراض جلديه عابره من تقرحات او فرفوريات او تزرق شبكي مثلا، بس تكون اعراضه جلديه، الى مرض حاد متعدد الاجهزه قاتل بسرعه. مثل تخيلوا مثلا واغنر، او مثلا الذئبه الحماميه، ولو انه هو التهاب اوعيه ثانوي بيقول عليه مو بدئي، يعمل لنا مثلا نزف سرخي منتشر، يعمل لنا اصابه مترقيه بسرعه كلويه، هذا ساعتها مرض قاتل بسرعه. كل اشكال التهابات الاوعيه تتصف باذيه بطانيه، وبالتالي ردا على الاذيه البطانيه حيصير عند التكاثر بالبطانه، هذا التكاثر مثل انه ممكن يركب عليه خسار، وبالتالي حيصير في عندي انسداد. التهابات الاوعيه يمكن ان تؤثر على عده اجهزه، تمام، خاصه في الانماط المحدده حسب حجم الوعاء. يعني انا في عندي التهابات اوعيه مدروسه الاليه الامراضيه بدقه، معروفه الاجهزه اللي بتضربها، مثلا مثل واغنر، تنفسي علوي، تنفسي سفلي، كليه، ممكن طبعا يعمل اعراض جلديه ممكن، بس هدول مش مختص فيهم. نفس الشيء عديد المجهري، نفس الشيء مثلا هينوخشون لاين، وهيك المقصود. اعتلال الكليه بالاي جي اي، هذا التهاب اوعيه محصور بالكليه. شايفين هذا قديش يعني تايبيكالي ريكوجنيزابل، متعرف عليه بشكل دقيق انه مثلا بس بالكليه مثل ما مكتوب، واعتمادا على حجم الوعاء مثل ما قلنا رح تظهر الاعراض. طيب هلا هذا المخطط هو اهم شيء بالدرس او هذا الجدول. شوفوا لنا بقى هون حسب حجم الوعاء شو رح يصير عندي اعراض على مستوى الاجهزه الخمسه. حنبدا اول شيء بالاوعيه الصغيره. الاوعيه الصغيره على مستوى الجلد رح تعملي فرفوريات مشسوسه، فرفوريات مشسوسه معروف وعاء صغير فرفوريه. على مستوى الجهاز الهضمي ممكن تعمل التهاب مخاطيات، يعني حيتظاهر باختصار بنزف هضمي، ممكن ما يكون مو هالنزف الشديد، يتظاهر بس ببراز اسود مثل ما بشوف بهينوخشون لاين. على المستوى الكلوي امراض الاوعيه الصغيره حتعطيني بيله دمويه مجهريه من دون اسطوانات، او بيله بروتين، يعني باختصار راح تعطيني غالبا نفرتك، يعني بس مثل ما قلنا من دون خلونا نقول ما بتزبط نفرتك، حتعطيني بس بيله دمويه وهي غالبا مجهريه او بيله بروتين، يعني ممكن اثنين سوا ما في مشكله. هلا بالنسبه للجهاز العصبي تعطينا اعتلال اعصاب متعدد. على المستوى العضلي او المفصلي ما في شيء نوعي، فمعناتها شو الشيء المميز لازم انا ما انسى كطالب؟ الفرفوريات المشسوسه، البيله الدمويه خاصه المجهريه او البروتين مع البروتينيه او بلاها، واعتلال اعصاب. اعتلال الاعصاب ما ممكن يخطر لي بشكل سريع، مشان هيك فكروا اول شيء اكثر شيء دول التنتين. اذا كنت طفل وجاي بالصوره السريريه النموذجيه لينوخشون لاين، طبيعي يعني ساعتها النزف الهضمي بقى ما حيكون صعب علي. الاوعيه المتوسطه هون بيت القصيد، حمامه عقيده ممكن، حسيت بقى تظاهرات جلديه اكبر، حمامه عقيده، تزرق شبكي. على المستوى الهضمي بلش بقى بما انه الوعاء اوسط، فما بقى شغله بس مجرد نزف عابر، وانما حيصير في الم مهم، ممكن تظهر حتى يعني انسقاب. ركزوني على الألم البطني. بالنسبة للمستوى الكلوي رح يصير في عنا بيلة دموية، ألم خاصرة ما في مشكلة. مستوى العصبي هون بقى ركز على ستروك، هون بقى تبدأ بقى عندي خطورة السكتة، هذا أهم شيء. الأوعية الأكبر هي حكيت لكم عنها الدرس الماضي، رح تتظاهر بقصة العرج المتقطع، لما كنا عم ندرس رينو رح شوف بقى زراق وعرج
متقطع، زرقاء وبرودة بالطرف وعرش متقطع فيه. ممكن بقى القصة تترقى، الهضمية تصل للاحتشاء، هون بقى بلش أشوف احتشاءات. فرط ضغط عن مستوى أوعية الكلية إذا صابت، الاحتشاءات مع النواة بهمني كتير. العرج، ما أنت شو الشيء كتير بظاهر وبارز بالأوعية الكبيرة؟ العرج المتقطع وفرط التوتر الشرياني والحوادث الصمية أو الخسائرية. الشيء البارز للأوعية الصغيرة الفرفوريات المشسوسة والبيلة الدموية. الشيء البارز بالأوعية المتوسطة أكثر شيء الألم البطني، تمام. هلأ هذا الجدول ماله كتير حدي، يعني أنا ممكن أشوف اعتلال أعصاب بالمتوسط، عرفنا، بس كأشياء شيء. هلأ يلي بعده، يلي بعده شوفوا لنا السلايد اللي بعده. عم يقولوا لكم انه في عندي تظاهرات سريريه هاي سجستيف كثير بتقترح التهاب الاوعيه اذا انا شفتها، يلي هي التهاب الاعصاب الوحيد متعدد في مريض. ما تقولوا انه والله مو موجوده هي الحاله، موجوده في مريض مشفى الاسد مراجع بقصه التهاب بالناصف، يعني بصير في عنده صار عنده في ضمور. اول مره انا بشوف ضمور العضلات زي الراني في شوي تبع الايد مع هبوط قدم. عن جد اول مره بشوف واحد يعني عم يشد رجله وهو ماشي. شاب كبير، يعني شاب عمره 35 سنه، ويعني ما في البلا بتطلع عليه، بس جاي بقصه اصابه عصبين. هذا هو المونونيورايتس مالتيبكس، يعني عصبين بمكانين مختلفين او مجموعتين، مثل ما قلنا مثلا عن الناصف الايسر مع الشظوي الايمن، او مثلا شظوي مع ناصف بنفس الجهه وهكذا، او زندي مع مدري شو. يعني المهم انه شايف سمو وحيد متعدد، عصب واحد او مجموعه واحده ب وعم اكثر من مكان، مو مثل الاعتلال المحيطي اللي بيصير مثلا بس بالقدمين بس بالايدين، او اثنيناتهم بترقى قدمين بعدين ايدين. هذا لا، بصيب عصب او مجموعه او عصبيه واحده. طيب هلا التزرق الشبكي كمان مميز، الفرفوريات المشسوسه اكيد هي مميزه للتهابات الاوعيه. هلا التظاهرات الثانيه نفسي كانوا بالجدول. هلا ممكن نشوف صداع، الصداع شو حيوجهني اكثر شيء بالاوعيه الكبيره، يعني اكثر شيء لازم افكر بقى بتكيا شو الصدغي. فرط التوتر، النزف الرئوي، هذا اختلاط خطير ممكن نحكي عنه بيوم من الايام. يعني حلاقي بقى الام مثل ما قلنا، ممكن مفصليه عضليه الى اخره، بالإضافة طبعاً ارتفاع سرعة التسفل، ما ننسى القصة هي بالاستقصاء. كتصنيف، التصنيف كتير متداخل، كتير يعني كل حدا بيصنف شكل إلى آخره. ممكن الناس يعني ممكن تلاقوا تصنيف حسب حجم الوعاء، حسب التظاهرات، حسب الأول خلينا نقول الباثولوجي. هلا هون بقى تصنيف عنا حسب الحجم اللي هو التصنيف الأشياء، الأوعية الكبيرة تكياشو والتهاب الشريان الصدغي، المتوسطة هدول العقد وكوازاكي، والصغيرة بقسمها لبيانكا ولا بالمعقدات. يلي بأنكا هدول الثلاثة، واغنر والعديد المجهري والشيك ستراوس، ويلي بالمعقدات أهم شيء الاي جي اي أو الهينوكشون لاين إذا جهازية، وعنا الجلوبيولينات القرية، هدول أهم شيء. فيهم جدول للمسميات كيف كانت قديما حديثا. ما في مشكلة، بتعرفون انه واغنر صار اسمه الحبيبوم، او شو بيسموه هي الورام الحبيبومي يمكن مسمينه بالعربي. شيك ستراوس كمان حبيبوم بالحميضات وهكذا. هلا هاي اللي بتهمنا، التهابات الاوعية الثانوية، ركز هون عليهم. التهابات الاوعية الثانوية ممكن تجي بسياق مثلا رسياني أو ذئبين. انتبه هون، مرض مناعي، مرض نسيج ضام عمل التهاب وعاء، تمام. ممكن خباسات إلى آخره، ساركويد طبعا مع التنويه إنه بهجت، كاتبين آخر شيء بهجت. بهجت ممكن الناس هيك تصنفه التهاب ثانوي، ممكن لا يصنفوه إنه هو من التهابات الأوعية غير المحددة. حتى الذئبة ممكن تلاقوها محطوطة مع التهابات الأوعية نون سبيسيفيك بيسموها، فما في مشكلة. طلع نقول هو بالنهاية اختلاف بالتصنيفات. هذا هو الدرس اللي أنا كله بدي إياه، يعني في كل هدفي منه، اللي هو تبع الكومون فاسكولايتس ميمكس، مقلدات التهاب الأوعية. يعني أنا ما لح أقدر أقول هذا التهاب أوعية إلا لأن في أشياء الأشياء منه يلي هن مين؟ مين عندي أشياء
حال تاني بيعملوا لي مثل التهاب الأوعية، مثل ما شفتوا السريرية أنا، لكن عم ناخذ القصص بيقلدوا سريريا. مين حالات الحالات مين اللي بتقلد التهاب الأوعية؟ لا حسب الدرس، طب حسب المناقشة اللي ناقشناها، بتعمل انسداد اقفاري قارنة. قبل الاقفار الحالات بتعملك اعراض جهازيه من حمى وكذا الاقفار صح، و الانتانات والاورام الانتانات يعني عليك الاخراج، فبنفي الهمجي، بنفي كل التشخيص، كل الميمكسين اللي ندرسها، بعدين بقول هذا التهاب اوعي. تمام، هون اهميه، هون الشيء اللي انا بدي اطلع معكم منه من الدرس. فهي بعض المقلدات، ركزوا لي بس حسب منهاجنا فيها، لان الصمات الكوليستروليه اللي ممكن تطلع بالقساطر، الورم المخاط الاذني هلا درسناه، التهاب الشغاف. هلا دكتوره سلوى مركزه على الورم المخاطي، على القسطرة الوعائية اللي بتطلق صمة كوليسترولية، كمان نفس الشيء بتعطي فرفوريات وعرض التهاب أوعية وهيك. طب بس بكون في قصة قيام بقسطرة، يعني عرفتوا شنو؟ حق أضاد الفوسفوليبيد اللي بركز لكم عليها، مركبات الإرغوتامين اللي بتعملي تشنج بالأوعية، والأنفيتامين وهدول، الجلوبيولينات القرية كتير بتحبها الدكتورة سلوى. هلا هي صعبة وبالمنهاج ما بركزون عليها، التهابات الأوعية بالجلوبيولينات القرية بسياق التهابات الكبد اليابسي. رح يجيكم المريض غالبا، انا هيك شفت، عم يجي باعتلال عصبي محيطي، فما تفوتوا حالكم فيها، صعبة شوي هلا. فانا اللي بيهمني تدرسوا التفريغ تبع الدكتورة سلوى، حبعت لكم اياه، اللي اشتغلته السنة الماضية، كتير كتير رائع، يعني كتير رائع رائع الدرس، والتفريغ كمان كتير منسق، ففيكم تستفيدوا منه. هذا السلايد ركزوا لي منه على بس الصمة الكوليسترولية اللي انا موافقة للمنهاج، والتهاب الشغاف. التهاب الشغاف جدا مهم مثل ما شفنا، والورم المخاطي الأذيني مثل ما قلنا، نرجع نعيد حالات فرط الخسار، الصمات الكوليسترولية المنطلقة، وبعض الأدوية، هدول الخمسة ما ننساهم. طب أنا كيف بدي شخص؟ مثل ما شفنا قصة وفحص وإلى آخره، بعدين بقى استقصاءات، أهم شيء سرعة التسفل، ما بقبل التهاب أوعي بدون سرعة التسفل، تمام؟ مثل ما كاتبينكم تحت، ممكن اعمل انكا، ممكن اعمل يعني تحليل بول، شوف اذا في بيله دمويه، بيله بروتينيه الى اخره. شو كاتبين لكم؟ نارو داون ديفرنشال دايكنوسيس لواحد اثنين سبيسيفيك، يعني انا ممكن بعد ما اعمل استقصاءات اني ضيق القائمه، اقول لكم سيرش فور اسوسييتد سيستميك انس، ابحث عن امراض قد تكون هي السبب كخباسات والتهابات النسيج الدم او امراض نسيج الدم. استبعد المقلدات، شايفين ليش التهابات الأوعية لأنها نادرة ولأنها مقلدة عظمى لكل الأمراض، شايك أنا لازم أنفي الأشياء والأخطر منها قبل ما أشخصها. طبعا هذا لا يعني إنها مادة خطيرة، خاصة الالتهابات الكبيرة، بس مثل ما عم نقول لأنه هي نادرة نسبيا أو غير شائعة. طبعا أنا بقى شلون بدي أعمل جنرال ستيبس للتشخيص؟ مثل ما قلنا حددنا أعراض وعلامات، مثل ما اشتغلنا على الحالتين هدينك اللي بيشبهوا التهابات الأوعية، عملنا تحاليل واستقصاء نفسه هذا مكرر. طيب هلا العلاج بقى، ما فيش ليه مثبطات المناعة وهي، المهم اني انا اعرف اتوجه واعرف فكه. معناتها كتلخيص، كتلخيص التهابات الاوعية امراض ما لها بالشائعة، مشان هيك انا لازم قبل ما اقول التهاب اوعية انفي الحالات الانسانية، انفي التهاب الشغاف، انفي الأدوية، صمات كوليسترولية، ممكن ورم مخاط أذيني كمان هذا نادر يعني، بس إنه فكر بمقلداتها، فكر بالأمراض الخباسات وحالات الالتهابات وأمراض نسيج الدم اللي ممكن تعمل لي التهابات أوعية ثانوية، فكر بكل هذا. طيب سريريان رح يكون عندي ممكن أعراض جهازية ظاهرة بارزة أو ما تكون بها الشدة، إذا أوعية كبيرة ركز كتير على أعراض العرج المتقطع، يعني إذا كنت أنا التهاب شريان صدغي فلح لاحظ عرج متقطع بالفك لما بيبلع يحكي بس عنده ألم، إذا كنت أنا تكياش أوعية الطرفين العلويين تفرعات الطرق ولح لاحظ عرج متقطع بالإيدين، تمام؟ بهدول المرضين كمان لح لاحظ صداع، إذا كنت أوعية متوسطة نركز على مثلا الألم البطني
ممكن اعتلالات الأعصاب إلى آخره. إذا كنت أوعية صغيرة بقى صفت عندي التظاهرات نموذجية اللي هن الفرفوريات المشسوسة اللي ما بتضيع حدا، وممكن البيئة الدموية أو البروتينية تحليله. توجهت لهدول، عملت استقصاءاتهم، صفى بقى عندي إني أعالج. فعرفنا كيف؟ معناتها الفكرة هي بالتوجه والتفكير أولا بالمقلدات اللي هن أشياء، بعدين التوجه حسب طبعا الاستقصاءات وحسب هي. ممكن أنا الأعراض ما تقدم لي شيء، طلع هيك ما يخطر لي، عامل اي اس ار لاقيه مرتفع، بلش بقى امسك طرف الخيط، عامل تحليل دم ما لاقي اي تغيرات دمويه، انفي الخباثات الدمويه طبعا، ما في شيء بالاعراض الجهازيه، ما في شيء اعراض، عفوا ما في مثلا اعراض موجهه لورم معين، كمان انفي مثلا، ما في سعال، ما في شيء، ما له مدخن كذا، نفيته كميه من التشخيص كمان. مثل هون جاي المريض بأعراض عصبية، أعراض عابرة، كمان فكرنا أمراض العصبية أنا منها. يعني هكذا أنا خطوة خطوة خطوة، تفصيل بكل عرض لحتى آخر شيء نصل. إذا كنت محظوظة رح يجيني المريض بأعراض رئوية واضحة، عرفنا شلون نفس دم، إذا واجنر والله تشوه بالوتيرة، ودول كل طلاب حافظتهم، وأنف سرجي ومدري شو رعاف كذا، وبيلة دموية، يعني صفت بقى شغلة سهلة. مش أنا ما أجي طول حطيت لكم حالة سريرية، والله مريض لديه ربو معند منذ سنوات، وصار عنده والله من يومين بيلة دموية يعني عرفتوا آخر شيء، يلا عملنا لقينا فرط حميضات، ما هذا الهدف أنا من الدرس. يعني هون أي طالب بقى بيحلها، أي طالب قاري بصم من الكتاب أو من المحاضرة رح يعرف صفة إنه كل مرض شو ميزاته، بس مثل عم نقول مو دائما بيجي المريض بهالوضوح. على ارض الواقع ما رح نشوف ابدا هالوضوح، ابدا ابدا. اسمع لكم، في مريضه صار لها 3 سنين هلا رح خطر لهم يعملوا خزعه كليه ويتاكدوا من التشخيص انه اخر شيء طلع التهابات، هي صار لها 3 سنين عم تتعالج عرضي، شيء بيقول لها اعتيال اوعيه سكري، شيء بيقول لها هي عندها سكري، عشان تكمل القصه. مش هيك المرضى يعني ما بيجوا كل هالقد واضحين، بس لقوا انه عندها ارتفاع بالكرياتينين مع اعتلالات الاوعيه، وطورت فرفوريات، طورت ضعف عضلي، بلشوا بقى يشغلوا مخهم بالتهابات الاوعيه. فنعمل لكم سريريا، ما راح يكون المريض ابدا بهالوضوح. فشايك من في كل شيء، بعدين بتوجه للالتهابات وبعالج. ممكن بعالج انا تجريبي، ممكن اعمل خزع، الخزع اكيد كثير راح تفيدني، يعني خاصه اذا شاكك بالتهابات اوعيه صغيره، الخزعة الكليه مثلا كثير بتفيد. حدا عنده شيء سؤال؟ يعطيك